ورجعنا لكم تاني ومعايا حد يعني كلنا محتاجينه. أنا بقول كلنا محتاجينه لأن الظروف بتاعة البلد كورونا كذا كلنا إلى حد ما تعبانين نفسيا بدرجات معينة. معايا ومعاكم الأستاذة المحترمة الأستاذة ليلى الجوهري استشاري الأسرة والطفل. ايه استشاري والأسرة والطفل؟ احنا كنا لسه دلوقتي بنسمع فاكر لما كنا لما كلنا سواء كبير او صغير بنفتكر لما كنا لما سواء في بيت ابونا قبل ما نتجوز او بعد ما اتجوزنا او في مشاكل ازاي نرجع تاني لما. انا هقعد اتكلم كتير ولا ايه؟ مساء الخير. مساء الفل عليك. ازاي؟ ازيك عامل ايه؟ منوراني. ميرسي ده جدا. ميرسي. استاذه ليلى الجوهري في 60 ثانيه عايزين نعرف المشاهد مين الاول هي استاذه ليلى الجوهري. ليلى الجوهري مستشار نفسي اسره وطفل. من بدايات شغلي كانت دايما مع الاطفال العملي في حاجات كتير قوي لان حتى اثناء فتره الدراسه بحبهم جدا بحس ان هم ماده خام سهلة التشكيل وبيبان فيها الشغل بطريقة حلوة قوي. يعني دراستي علم نفس واجتماع، سافرت لندن خدت كورسات كتير تخص الدراسات النفسية وبالتالي رجعت اشتغلت كذا شغلانة، اشتغلت حاجات كتير قوي بس ما حسيتش نفسي غير في الشغل ده. جميل. الحاجة اللي بحبها الأساسية بالنسبة لي. رائع. احنا النهاردة وانا بعد مع حضرتك الحلقة وبنشوف هنتكلم في ايه قلتلك بصي احنا محتاجين لو هنقول دكتور نفسي او استشاري نفسي او اي حاجة فيها نفسي محتاجين جميع التخصصات او عايزين نتكلم على كذا توبيك او كذا موضوع. اوكي فسبت الموضوع لحضرتك وده تقدري تصححي لي تقولي لي صح ولا غلط ان انا ما قلتلكيش تقولي ايه. ايه اكتر حاجة بتواجهك او مشاكل انت بتشوفيها في المجتمع نقدر نتكلم عليها؟ اديني عنوان الموضوع عشان نبتدي نتكلم. اكتر حاجه بتواجهني دلوقتي بشوفها مشاكل الاطفال النفسيه بعد الانفصال بعد الطلاق وازاي بيتم استغلالهم من الاب او من الام. ليه بقت المشاكل دي موجوده كتير؟ لانه افتقدنا لدور مهم قوي ما بقاش موجود تقريبا في الاسره. افتقدنا لدور الكبير او الاب أو كبير العائلة اللي هو لما بيقول كلمة صح لازم تمشي. ده ما بقاش موجود. الستات بقت مستقلة كتير قوي زيادة عن اللزوم. الرجالة ما بقوش بيسمعوا لحد وبالتالي بقى في درجة من العند عالية جدا بتقع في الآخر أضرارها على الأطفال. فبتحصل مشاكل نفسية كتير قوي 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 بعد الطلاق. كل واحد فيهم بيعند مع التاني، بيستغلوا الأطفال شد وجذب في الرؤية لمجرد أن كل واحد يحقق بقى أغراضه النفسية، أغراضه الانتقامية، أغراضه المادية، أيا كان الهدف اللي عند الأم أو الأب. ده جميل قوي اللي انت بتقوليه ده. بس أنا في نقطة أعلق عليها. حضرتك تقولي إيه؟ الانفصال أو الطلاق. يعني إحنا في الطلاق اللي هو خلاص ورق رسمي طلاق، في انفصال بتبقى الست عند امها او الراجل عند امه او الاثنين بعاد عن بعض ومفيش ورق رسمي، المهم بيبقى في مشاكل. يعني ده برضو بيبقى نوع من انواع الانفصال. وفي انفصال داخل البيت. انفصال داخل البيت دي جديده بالضبط. يعني ابقى انا قاعد انا ومراتي في البيت ومنفصلين؟ لا، تقريبا كل واحد عايش حياته الاجتماعيه لوحده. وبيبقى شخص منهم الام او الاب هو اللي دايما مهتم بشؤون الاسره اكتر من التاني، والتاني كان تقريبا مش موجود او كانه مش موجود. ولكن غالبا في معظم الاحيان احدى الطرفين، انا مش هقدر اقول دلوقتي انها الست بس لان في رجاله كتير برضو بتعمل ده، احدى الطرفين بيختار انه يكمل الشكل الاجتماعي والحياه الاسريه بس عشان خاطر الولاد. احدى الطرفين. طب والطرف الثاني هل بيتخلى ولا بيبقى عايز لا يكمل؟ لا، بيبقى عايز يكمل برضو الشكل الاجتماعي وهي عايشه والسلام. المشكلة مش في كده بقى، المشكلة مع الأطفال دول إن هم يعني دلوقتي الأطفال عندهم من النضج الكفاية اللي يخليهم يلاحظوا الحب والكره. هم بيلاحظوه بالفطرة.
تمام. وبالتالي في معظم الاطفال بتستغل الحته دي كويس جدا، بيعرف يستغل بابا لوحده ويعرف يستغل ماما لوحدها عشان يعرف يخرج بالنتيجه النهائيه اللي هو عايزها، اللي هي ما فيش رولز، ما فيش حد يقول لي اعمل ده وما تعملش ده، اخد فلوس زي ما انا عايز، اخد لعب زي ما انا عايز، اخد خروج زي ما انا عايز، اخد حب زي ما انا عايز واهتمام زي ما انا عايز. يعني الطفل ممكن يلعب على الوينجين في الحته دي، يستغل ده. ده من سن كام يا فندم؟ لا الطفل ذكي من اول يوم، بس عشان بس في ناس كتير قوي بتقعد تقول لي يعني هي الاطفال بتفهم. الاطفال بتفهم يا جماعه. انا لسه كان معانا الاخ مكاري دلوقتي بقول له 9 سنين وثالثه ابتدائي ولا اعدادي، انا خدت محاضره. لا الطفل من سن يوم بيفهم يا جماعه، بيفهم، بيعرف يميز ضربات القلب اللي بتجري عليه بسرعه يعني مامته باباه الريحه، وبالتالي يعني مثلا انت ممكن تبقى قاعد مثلا بطفل اختك اخوك وهم راحوا مشوار وسايبينه مثلا مع مراتك، تلاقيه قاعد ساكت طول ما هم مش موجودين، عيط شويه وبعد كده انتوا عرفتوا تسكتوه. اول ما بيحس بيهم عند الباب او يشم ريحتهم باب الاوضه اللي هو فيها او يسمع ضربات قلب بيفتح سرين. طب انتوا مستغربين واحنا كنا بنقرصك؟ طب ما انت كنت قاعد ساكت ومحترم. قاعد ساكت معانا كويس ومحترم. لقى الامان بتاعه اللي هو الاصل. لا الذكاء بتاعه. الذكاء هو بتاعه. عارف ان انا لما هعيط كده هتشال بسرعه. طيب نيجي بقى للاطفال الاكبر اللي هم اصلا بقت التكنولوجي بقت مفتوحه في ايديهم 24 ساعه. دول اذكى مني ومنك. بقوا بيشوفوا مسلسلات بقصص يعني سنهم ما يسمحش ان هم يشوفوها. النهارده الاطفال بيبقوا قاعدين عارفين يعني الحضن جاي امتى. الحضن جاي امتى؟ قبل ما يجي. لا انا بعد اللي شفته النهارده مع استاذ مكاري ومحمد واسماعيل انا خلاص يعني انا هروح العب معاهم اونلاين وافهم الدنيا ماشيه ازاي، لان انا ما اعرفش. ما تفهمنيش ان الطفل مش قادر يميز ان بابا بينتقد ماما كتير. وان انا لو بصيت كده وقلت ايه انا ما بحبش اكل ده بقى، وانت كل مره تشربيني بقى كوبايه اللبن، هو عارف بابا هيعمل ايه. فعارف امتى يقومه عليكي عشان ياخد اللي هو عاوزه او العكس صحيح. ده في الحاله العاديه، لكن الحالات العاديه لكن في حالات بقى انفصال وكده انا دايما بقول ما ينفعش ننتقد الام قدام الولاد ولا العكس. يعني ما ينفعش انتقد تصرف الام بتعمله حتى لو انا شايفه غلط، او انتقد الاب حتى لو انا شايفه غلط. التربيه القديمه، التربيه بتاعت بابايا وباباك، اللي هو الزوجه تحترم زوجها قدام الولاد وكلمته تمشي حتى لو غلط، وهو كمان نفس الاسلوب، لانه علشان امشي الولاد على تراك سليم صح لازم يبان ان المركب دي ليها رايس واحد مش رايسين. امال على كلامك كده لما تقولي ما ينتقدش، ما لو حصل نوع من انواع الانفصال اللي هو مش طلاق وقاعده عند امها ولا هو قاعد عند امه، وراحت امه قاعده يعني اللي معاه العيال سمع انتقاد الطرف الثاني من الجد او الجده، ده يبقى ظروفه عامله ازاي؟ يعني ظروفه النفسيه يعني. ثانيه واحده بس، مين اللي سمع انتقاد مين؟ الاطفال. معايا. ومامتهم في حته ثانيه، فراحت جت الام قاعده تدعي وكذا كذا عليها، هو بيسمع ده بيعمل له بيسمع إيه؟ جدته من ابوه هي بيسمع كذا او العكس او الاطفال. ما هي دي بقى مشكله تانية لسه كنا هنتكلم فيها، انه اثناء المشاكل او بعد الطلاق يا ريت الكبار يحطوا لسانهم في بقهم شويه قدام الاطفال. احنا دلوقتي قدام مشكله اخطر اصلا، يعني في ناس بتعرف تسمم دماغ الاطفال من غير ما يتكلموا قدامهم بطريقه مباشره. قوليها تاني الجمله دي بس بالراحه كده عشان انا بحبها. قوليها كده ايه؟ تسمم. ازاي بقى بيسمموا الاطفال؟ يعني مثلا الام انفصلت عن الاب او الاب انفصل عن الام، فتبتدي هي طبيعي كل واحد بعد الانفصال ايه اللي بيحصل؟ يا اما بيحصل له انتكاسه كامله جدا في حياته، يا اما بيحصل له انتفاضه ويبتدي يعلى بمستواه. فابتدي هنا انا اعمل سبوت قدام الطفل واقول له ايه؟ شفت انا بشتغل ايه؟ شفت امامي بقت ايه؟ شفت هو بابي بقى بيشتغل ايه يا حبيبي؟ او العكس، ان الاب يعمل كده مع الطفل على الام، بتسفه من الاب قدام الطفل. بالظبط. ده يعمل له ايه بقى في نفسيته؟ نوع من التسميم الفكري. التسميم الفكري. انا هكمل القصه دي بس هستاذنك في مداخله معانا الاستاذه ياسمين من البحيره. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. معاكي الأستاذة ليلى الجهري، تحبي تقولي لها إيه يا فندم؟
بعد اذنك كان عندي ابن اخت هند. سامعني يا فندم؟ اه سامعيك. اتفضلي يا فندم. ابن اختي عنده 4 سنين، شقي جدا، بس هو على طول البيت اللي هو فيه يعني في مصيبة عيلة، دايما في مشاكل، عشان كده لما بيتكلم مع حد بيفضل صوته عالي وبيصرخ، وهو نايم بالليل بيجيب زعل في نومه وحاجات زي كده. كمان لو في حاجة، هو عنده أخت أصغر منه. وضحي الصوت شوية. اه وضحي الصوت ياسمين. شوية ياسمين الو، قربي التليفون ووضحي الصوت شوية من فضلك. ايوه يا فندم. ايوه، أيوة كده بسرعة بقى، اتفضل. ايوه يا فندم سامعني كده؟ ايوه تمام. بسرعة. انا ابن اختي 4 سنين، البيت اللي هو ساكن فيه ما بيت عيلة، تمام. دايما دايما مشاكل فيه، يعني بيعمل صوته قدامه كده، فهو طول الوقت لما بيتكلم معاكي طبيعي بيفضل يزعق ويجز على اسنانه، حتى وهو نايم يبقى يجز على اسنانه كده، يبقى عايز كل حاجة لوحده، طماع، تحس ان هو طماع، اناني، مش بيحب اخته، ودايما بصوته عالي، نرفوز جدا يعني. 4 سنين وبنقول طماع واناني وننتقده، هو اصلا مش واخد حقه في الخصوصيه. طيب موضوع الجز على السنين، شكرا يا ده استاذه ياسمين، هتسمعي الاجابه دلوقتي. اتفضل. موضوع الجز على السنين ده لازم يروح لدكتور سنين، علشان بيتعمل له حاجه اسمها نايت جارد بيلبسها وهو نايم عشان ما يجزش على اسنانه، لانه اضرارها مش حلوه على السنين، ممكن تكسر له اسنانه وهو نايم، تعمل التهاب في اللثه، ممكن كطفل ممكن يعض لسانه وهو مش حاسس. فلازم بيروح لدكتور بياخد مقاساته وبيعمل له حاجه اسمها نايت جارد، لازم يلبسها كل يوم علشان حتى نعوده واحده واحده ان وجودها في بقه نفسيا هيخليه يبطل يضغط على اسنانه بالليل شويه بالتدريج. ولكن يعني لازم نحاول نعدل من البيئه المحيطه حواليه شويه. يعني ايه؟ يعني لما يكون في زعيق وخناق مع الكبار يا ريت نحاول ما يبقاش قدامه. لو احنا عايشين في بيت عيله على فكره عادي جدا، كنا بنبقى اهالينا زمان بيعيشوا في بيوت عائلات وما كانش بيبقى فيه مشاكل، لان الكبار كانوا بيحترموا نفسهم. كان الكبار بيحترموا نفسهم. طيب يعني الام الجده كانت تحترم الام قدام الطفل، تحترم الاب قدام الطفل. انا النهارده شايفه في تدخلات زياده بطريقه مش طبيعيه في ادق التفاصيل. من فضلك يا تيتا لو سمحتي، انت ربيتي باسلوبك، سيبي الام الجديده تربي وتاخد تجربتها في التربيه لوحدها من غيرك، استخدمي النصح والارشاد وهي لوحدها، لكن مش قدام الولاد. هي فطمتهم بقى، ده هي فطمتهم وجوزتهم وبقت تيتا، فيعني تخف شوي. احنا نحاول بس ان احنا نوجد له مساحة من الخصوصية حتى في الأوضة اللي هي موجودة فيها، يعني ما تبقيش انت كأم طول النهار مندمجة في وسط الأسرة، ما تسيبيهوش لحد تاني يقعد بيه. حاولي بقدر الإمكان تتفقي مع زوجك انه شخص واحد هو اللي يديله الأوامر اللي المفروض ينفذها، شخص واحد هو اللي المفروض يعاقب، شخص واحد هو اللي المفروض يعلق، سواء كنت انت أو أنا أو أي حد تاني، شوفوا هتختاروا مين، والأفضل انه تبقى الأم مش أي حد تاني. حلو، نكمل. كنا بنتكلم في ايه قبل استاذه ياسمين ما تخش؟ احنا كنا بنتكلم في اطفال الشقاق، اطفال الانفصال. اطفال الشقاق يعني انا بس عايز اعرف المشاهد كلمه اطفال الشقاق، وانت بتقولها لي انا استغربتها، جايه بمعنى ايه؟ الشقاق شق شق يعني إيه؟ طلاق، انفصال، إيه؟ شرخ في البيت، يعني ممكن نبقى عايشين في البيت وفي شق. بالظبط مظبوط. احكي لي شويه عن اطفال الشقاق. اولا من سن كام لسن كام نقول اطفال الشقاق ويعيشي بقى؟ الميكروفون معاك، انا مش هقعد. طيب خلينا نقول ان زي ما في ناس مش مظبوطه نفسيا، في ناس سويه نفسيا، يعني في ناس بتبقى عايزه تتعامل مع الموضوع نفسيا بطريقه صح. احنا متفقين ان احنا هننفصل، احنا مش عارفين نرتاح مع بعض، ولكن هيبقى في بينا تعامل بعد الانفصال وتعامل كويس بقدر الامكان، وكل واحد له ما له وعليه ما عليه. بالظبط. لكن الأطفال حصل لهم صدمة الانفصال، متعلقين بالأب، متعلقين بالأم، خايفين، بيحصل لهم نوع من الخوف برضو حتى لو هم مش عارفين يتكلموا. 3 سنين و4 سنين بيحس بغياب الأب وبيبقى مش عارف يعبر عن وجهة نظره. يحصل له زي ما هي بتقول بقى، صوته يبقى عالي، بيجز على أسنانه بالليل، مش عايز يأكل. نفس الأعراض النفسية بتاعت الاكتئاب اللي بتحصل للكبار بتحصل للأطفال، وبيجي لهم في بعض الأحيان أمراض جلدية كمان، ونبقى مش عارفين إيه السبب. أمراض جلدية؟ الحالة النفسية بتخلي مناعة الجسم عموما تقل.
وبالتالي يهاجم بقى زي ما يهاجم، يهاجم بقى جلدي، يهاجم سنان، يهاجم تبول لا ارادي، صوت عالي، ايا كان بقى، لوز، بيسخن على طول. طب ما انا المناعه بتاعت جسمي نازله، ما تجيش تقول لي ايه علاقه اللوز والسخونيه بالحاله النفسيه للطفل، ما تجيش تقول لي ايه علاقه الامساك او عكسه بالحاله النفسيه للطفل. ما هو في قولون عصبي بيضيع، يعني في ده طفل بيفهم وعنده هضم، واه حاسس ان في حب مش موجود، واه حاسس ان في افتقاد، حاسس ان ماما بتعيط كتير، حاسس ان بابا صوته عالي، حاسس ان هو مشغول، كل ده بيأثر على نفسيته. وبالتالي احنا مش عارفين نتعامل ازاي مع الصدمه دي، قلنا هنتعامل معاها بطريقه سليمه ونفسيه وصحيح. الاطفال الصغيرين قوي اللي مش قادرين يفهموا لسه فكره الانفصال بنجيبها لهم بالتدريج. يعني ايه؟ احنا هننقل في بيت جديد وبنحاول نوضب لهم مكان جديد، كورنر كده يبقى خاص بيهم، يحسوا ان هم عندهم حاجه حلوه في الكورنر ده كانوا عايزينها ومفتقدينها. لون جديد، عربيه جديده، بياض جديد، سرير جديد، لو هم هينقلوا من البيت اللي هم كانوا عايشين فيه. لو هم هيفضلوا موجودين في نفس البيت وبابا هو اللي هيمشي، هنلاقي له مبرر شويه في الاول، عنده شغل، بيتاخر، مش جاي النهارده، طب بعدين، واحده واحده لغايه لما نوصل لسن معين ونقدر نتكلم مع الطفل ونفهمه ان في حاجه اسمها انفصال، وان احنا ما كملناش مع بعض. ده مش معناه ان احنا مش بنحبك او احنا ما بنحبش بعض، بس احنا مش متفقين ومش قادرين نكمل مع بعض. والطفل لما بيلاقي انك ما نقصتيش من دور الاب في حياته، والعكس صحيح، ما نقصتش من دور الام والدنيا موجوده زي ما هي وكل واحد بيقوم بواجباته، بيحس بامان شويه ويبتدي الموضوع يبقى هادي عادي. يعني الموضوع ممكن يبقى سلس لو في نوع من انواع التفاهم علشان ما ناثرش على الطفل، بحيث ما يبقاش نزاع الولد او البنت بيتمزقوا في النص بسبب العند. بالظبط. يعني النهارده يجي الولاد مع الام او الولاد مع الاب، الام عايزه تشوفهم، لا ممنوع. الاب مع الام تقول له خد بالك الساعه 7، 7:05 لا بتاع. الحاجات دي حتى لو قدام الولد بتبقى يعني دي بتعمل فيه ايه؟ مع ان يعني الست سمحت او الراجل سمح، ايه بيتعمل في الطفل اللي بيبقى شايف الكلام ده؟ هو ليه الطفل دايما بيتقال عليه مقياس لل، يعني دايما يقول لك ايه، لو الطفل ما ارتاحش لحد وعيط اول ما شافه يبقى البني ادم ده من جواه مش كويس، مش نظيف، مش بيور. ليه؟ علشان الطفل عنده مقياس لنظافتك، لروحك. بيقرا عينك اسرع. الطفل ما بيتكلمش كتير، تمام، وبالتالي هو متاخد منه حاسه الكلام والتعبير عن الراي، فعنده الحواس التانية اعلى. انا مش بتكلم على الطفل اللي هو سنه وسنتين، انا بتكلم على 10 و15 والاكبر. الاكبر برضه هو لسه ما وصلش للمرحله الكامله اللي تخليه عنده تعبير عن الراي وحريه الراي. اللي هو في سن 6 سنين، 7 سنين، 8 سنين، لا 15 دول يتكلموا كويس جدا. فالحواس بتاعته التانية اللي هي الرؤيه، الاستنباط من ردود افعال عينيك ووشك وطريقه كلامك وتون صوتك بتبقى اعلى عنده. لا استاذنك بس في مداخله تليفونيه. الاستاذه ميمي، مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا، مساء النور، ازي حضرتك؟ منوره فضفضه مع روبير يا فندم. ميرسي حبيبي. سؤال حضرتك ايه يا فندم للاستاذه ليلى؟ انا كنت بس عايزه اتكلم في موضوع على اثر الحلقه معاكم. اتفضلي. خاصه بالاطفال. اتفضلي يا فندم. يعني نفسي صوتي يوصل ويتسمع. من ناحيه القانون بتاع احوال الشخصيه للمطلقات. كنا زمان بنعاني من حتة إن الست مش واخدة حقها كمطلقة ولا حق أولادها. دلوقتي إحنا بقينا بنعاني يعني في رجالة بتعاني ما بياخدوش، ما بيشوفوش ولادهم رغم إن المحكمة بتلزمهم بدفع مصروفاتهم وكل ما يخصهم. وبالتالي ده بيأثر على نفسية الطفل. يعني أنا نفسي الصوت يوصل ويسمع ويتسمع، انه لازم يبقى في تقنين للقانون ده وفي متابعه للحالات الطلاق مع الاطفال ونفسياتهم، وقد ايه بنخرج جيل غير سوي نفسيا بالمره من كتر المشاكل ومن كتر ما الام بتعند على انها هي اللي دلوقتي متسيده وهي اللي تقدر تتحكم في الاب اذا واهله. طب استاذه ميمي، انت عندك حاله كده ممكن تحكي لنا عليها بعد اذنك لو عندك؟ انا حاسس ان في حاله عندك، ممكن تحكي لنا على الكيس دي من فضلك؟ بالظبط. انا عندي حفيده عندها دلوقتي 7 سنين.
تمام. بقالي سنة ونص ما بشوفهاش، في حين ان هي من يوم ما اتولدت وهي متربية في حضني، ورغم ان امها اتطلقت الا ان انا وقفت جنب امها ضد ابني، ومش ضده في حاجة، ان هي تعمل يعني طالما خلاص الحياة استحالت يبقى زي ربنا ما قال عشرهم بالمعروف او فرقوهم بالمعروف. وكانت بتاخد مصروف البنت وهي سايبه البنت عندي في البيت لحد السنه يعني هي كانت بتاخد النفقه بتاعت البنت والبنت عايشه معاكي. البنت كانت عايشه ما بيني وما بين مامتها، كانت سايباها مامتها عشان تروح وتيجي زي ما هي عايزه في شغلها في حياتها، ومامتها رغم انها اتطلقت ورغم ان ابني اتجوز انا كنت ببيت مامتها عندي في البيت. طب ايه اللي حصل يا فندم؟ انا اللي شايله مسؤوليه البنت وانا اللي بودي البنت المدرسه وانا اللي بجيب البنت من المدرسه. يعني انت كنت قايمه بواجباتك كجده، ولكن ده وده مش فرض عليكي اصلا كجده ان انت تعملي كل ده، وهي منعتك فجاه كده لوحدها من سنه ونص. وجده للاب مش للام، يعني لو هي مثلا جده الام فهتشيل مع بنتها، لكن انا جده للاب. ايه اللي اتغير يعني يا فندم؟ ايه اللي اتغير يا استاذه مين؟ فهي فجأة حبت تاخد مبلغ معين منه عشان تبتدي حياتها بتاع، قال لها معيش، وظروفه كانت فعلا صعبة لأن كان مع بداية الكورونا شغله كله وقف وخسر حاجات كتير في حياته من فلوس، فراحت رافعة قضية. الأول حاجة راحت سحب البنت من عندي، بقالي سنة ونص ما بشوفهاش، شفت البنت صدفة في الشارع، البنت جريت علينا وعلى عمتها تحضنهم وتتحايل على مامتها والنادي أطلع معاهم تقول لها خلاص، ضحك على البنت وقايله لها ان احنا مسافرين، وكل ده انا ما قربتش، كل ده انا ما قربتش ولا حاولت اقرب لها، وقلت لما تهدى هتتكلم، بس انا نفسي القانون يبقى يعني يبقى في شيء من الكنترول على انا ممكن اسالك كام سؤال كده شخصي؟ في رجاله مش كويسه، في ستات برضو مش كويسه بتلعب بالولاد. معلش، هي كانت بتاخد نفقه قد ايه في الشهر؟ هي كانت بتاخد نفقه 1000 جنيه في الشهر، لبس البنت كله احنا اللي بنجيبه صيف شتاء، البنت بنعمل لها اكتيفيتي، بتروح باليه، بتتدرب في الباليه، بتتدرب سباحه، بنعمل لها عيد ميلادها في احسن الاماكن، كل حاجه كانت بتاخدها. مصاريف المدرسه كانت بتدفع؟ فلوس المدرسه انا اللي دفعاها بايدي، وحتى مديره المدرسه لما عرفت ان الاب والام منفصلين كانت مش عايزه تقبلها من ضمن مدارس كتير، ولما لقوني انا اللي بقدم مع الام للمدرسه قبلوها، لما قلت لهم ان الحياه بينا كويسه مش معنى اي اتنين انفصلوا ان لازم الاتنين دول يقطعوا في بعض هم واهاليهم. هي مصاريف المدرسه يعني بتاعتها كام؟ نعم، مصاريف المدرسه بتاعتها كام؟ مصاريف المدرسه بتاعتها 13000. طب هل في اعتقادك يعني هي كده ال 1000 جنيه؟ وقبل المدرسه كانت في حضانه كان بيدفع لها 2000 جنيه في الشهر و1000 جنيه باص. يعني هي كانت بتاخد مصاريف الحضانه ومصاريف الباص وبيجي لها اللبس وبتاخد 1000 جنيه ليه؟ وبتاخد 1000 جنيه في الشهر وسايبه البنت معاكي يعني تقريبا طول الوقت 20 يوم عندي و10 ايام عند مامتها. ال 1000 جنيه دي كانت كده يعني دلوقتي كده البنت حضرتك البنت بقى لها سنه ونص ما بتشوفش جدتها لو حضرتك وبابا مظبوط؟ ولا بتشوفني ولا بتشوف عمتها، ورغم ان عمتها المبلغ اللي هي كانت طالباه على بعض كان كام وليه؟ الو ايوه المبلغ اللي هي كانت طالباه كانت عايزه كام يا فندم؟ كانت المبلغ عايزه كام وليه؟ عايزه 15 من 15 ل 20000 عشان مامتها قالت لها ما ينفعش تقعدي معايا وخدي لك شقه. فكانت عايزه تفرش الشقه. لكن انتوا خدتوا لها شقه؟ هي اجرت شقه، احنا ما خدنا لهاش شقه، هي كانت رافعه خلعه وتنزلت على كل حاجه. تمام، بس المسكن هنا من حقها للطفله. ما اختلفناش معاها، وقلت لها هديكي الفلوس اللي انت عايزاها وانس ان هو يشتغل تاني، لانه كان في شغله وساب الشغل وكان بيقبض كويس جدا، لذلك كان مش مخلي بنته محتاجه حاجه رغم انه اتجوز، ومراته كمان كانت بتجيب لبنته كل حاجه. تمام، شكرا. طيب شكرا يا استاذه ميمي، شكرا لحضرتك. ادي حاجه اهي، جده هي اللي بتتكلم، يعني سيبك من هي انثى وبتقول لك القانون دلوقتي بيخلي الام تتلاعب، الام بقى تتلاعب، الاب يتلاعب، الاثنين يروحوا في 60 سلامه. احنا عندنا جيل بيطلع بايظ، بمعنى انا رايي البنت دي ويا رب تطلع دكتوره، ولا ابنها يطلع مهندس،
هيكون دكتوره ومهندس غير سوي، ولا انا غلطان؟ لا ده حقيقي. طب انت تقولي ايه بقى في القصه؟ ليه بقى؟ لان هي بتقول لك هنا ان البنت كانت متعلقه بيها كمان، يعني مقيمه معاها 20 يوم، هي اللي بتوديها، اللي بتجيبها من المدرسه، هي اللي بتعمل لها كل حاجتها، وسايبه الام براحتها. وقالت لك لما انفصلت عن ابني انا وقفت معاها ضد ابني، مش ضد ابني في حاجه، ولكن في ان انا اوفر لها كل احتياجاتها. وحتى بعد ما ابني اتجوز كانت بتيجي وتقيم عندي في البيت، ما كنتش بقول لها لا. طب الحل ايه يا استاذه؟ فهي هتعمل لها ايه اكتر من كده؟ لا الحل ايه قانونا؟ يعني هي ست بتتكلم بتستغيث. الحل قانونا ان احنا نبتدي نفعل دور الاخصائيين النفسيين في المحكمه وفي المدرسه، ودول شغالين يعني، دول ليهم اي افكت، وان احنا نبتدي نحصر شويه حالات الطلاق والاطفال اللي في المدارس باباهم ومامتهم مطلقين، ونبتدي نوجه الشغل النفسي ليهم شويه. لازم المحكمه يبقى ليها دور، مش معنى ان انا طلقت الام واديتها حقوقها او اتنازلت اتطلقت زي ما هي اتطلقت بالخلع او ايا كان، لا هو في حقوق للطفل. انا محتاجه المحكمه تشرع لي حقوق للطفل، ولا محتاجه تشرع لي حقوق للست، ولا محتاجه تشرع لي حقوق للراجل. لان الست لما بتطلق النهارده بتاخد بالمحكمه اللي هي بتاخده، او من غير المحكمه، او ما بتاخدش خالص، او تتجوز عرفي. يا سيبك مش بتاخده، الاثنين مطلعين عين ام بعض، أنا كل واحد راح في حته واستريح. انا عايزه يبقى في دور قائم، مجرد ما تستلم حضرتك قسمت الطلاق معاها انذار ان في وجود طفل لازم يروح للاستشاري النفسي كل اسبوع. هو بقى هنا هيقدر يحدد بالاختبارات اللي بيعملها، الطفل ده سوي نفسيا ولا مش سوي، الطفل ده في حد بيتكلم على ابوه او امه وحش قدامه وبيأثر عليه ولا لا، الطفل ده بيحب ابوه ولا لا، بيحب امه ولا لا. هنا نبدا نجبر الطرفين ان هم ياخدوا بالهم ان الطفل ده. بس هنقول ايه؟ هنقول طب لو ما تعاملتوش معاه كويس هتتعاقبوا، هتتسجنوا، هيتاخد منكم الطفل ويروح في ملجأ؟ ما مش هين، ما هو في منظومة كبيرة لازم تشتغل على الموضوع ده. احنا مش هنقدر انا بيتهيأ لي وده بوجهه انا مش عارف اوجهه لمين، يعني انا مش لاقي وزير اوجهه له، انا بوجهه للمجتمع، للناس اللي سمع. في ناس دلوقتي بتسمعني بتقول يا عم انت بتقول وبتعيد، انا بقول لكم روبير الزردقي، ودي من الإحصاء المصرية اللي احنا عندنا كم مطلقة؟ كم؟ لا كتير كتير، احنا كتير. عندنا الإحصائيات بتزيد، عندنا تقريبا ما يزيد عن حوالي 10 مليون ولا 8 مليون مطلقة. ده رقم، ده نقدر نراجعه ونشوفه. معنى كده لو احنا هنتكلم في متوسط طفلين، مش هقول ثلاثة، طفلين، يعني انا عندي 16 مليون كتير. انا بس عايزه افهم ده. انا سلمت قسمت الطلاق تمام، كل الديانات يعني حتى في الاسلام ابغض الحلال عند الله الطلاق تمام. في المسيحيه ما فيش طلاق الا يعني للحالات الشديده القصوى الكنيسه بتقدر تقرها في تمام. اليهوديه برضو يعني الطلاق ده حاجه على حد علمي وثقافتي، يعني بتهد اسره، بتهد مجتمع، بتهد اسره. طيب انا بسلم قسمت الطلاق طب وانا بسلم قسمت الطلاق انت ليه مستني ان الام تروح ترفع قضيه في المحكمه ويتقال عليها انها قاضت زوجها؟ بصوا الست دي بتاعت مشاكل، ده طلقها وابو عيالها ووقفته في المحكمه عشان تاخد نفقه. طب ما حضرتك عندك تقدر تثبت دخله. طب ما مع قسمه الطلاق حضرتك يتعمل كارت للام، لو الام هي اللي حاضنه يتحط فيها في الحساب قد كده، ولو ما تدفعش ده كل شهر حضرتك تتسجن. طب ليه انتوا كناس خبراء في الاستشارات الاطفال والنفسي هعمل ايه؟ لا ليه ما تعملوش زمره تعملوا كده؟ يعني انتوا يعني مع احترامي لحضرتك، انا النهارده انا راجل مذيع على قدي، حد راجل اعمال، انت ما ليه انتوا فاهمين، انتوا اللي عندكم المشاكل، ليه ما نروحش المراه والطفل؟ انا من ناحيتي رحت فعلا، رحت، بس الموضوع صعب مش سهل، الموضوع لازم يجي باوامر عليا من اجهزه الدوله، مش من ان انت تتحرك كده تروح المركز الامومه والطفوله تشتكي وتقول الطفل ده بيتعامل بطريقه مش كويسه. الطفل ده حتى لو رحت اشتكيت وقلت الطفل ده بيتعامل بطريقه مش كويسه او شاف بلاش، الاطفال كتير قوي بقى، وساعات دي بتجيلي بقى المشاكل بقى، ويجي الاب لوحده يتكلم يقول لي انا البنت اتكلمت او الولد اتكلم وقال ان هو شايف مامته في منظر مش ظريف، في منظر مخل، انا مش عارف اعمل ايه في نفسيه ابني.
انا مش عارف اعمل ايه في نفسيه بنتي اللي شافت كلام زي ده. انا مش عارف احل الموضوع ازاي. تبقى انت بين نارين، بين ان انت عايز تثبت له شكل الام المثالي القيم اللي ما بيغلطش، وبين ان انت عايز الطفل يقول الحقيقه علشان تعرف تعالجه صح، علشان تعرف تتكلم معاه صح. طب هو مين اللي وجه ده كده؟ مين اللي خلى الام تتصرف تصرف زي ده؟ هل انت بالنسبه لك واخده ابنك ده تشحتي بيه في الاشارات؟ ما هو الام بالنسبه لي من وجهه نظري انا، الام اللي واخده الطفل مصدر رزق من الاب ما اختلفتش كتير عن الشحاته اللي بتقف في الاشاره. لا مش شرط مصدر رزق. لا ده لا انا هقول لحضرتك، انا مش كماليات. انا هجنب الامهات المحترمه اللي لا. فعلا بتبقى كل هدفها في الحياه، حتى وهي مش منفصله وهي عايشه مع جوزها، كل هدفها في الحياه مجرد ما اختارت انها تحمل وتولد وتخلف، كل هدفها ان حياه ولادها تبقى سليمه وسويه نفسيا. انا بتكلم على نوعيه معينه. طب ايه رايك في الام اللي هي الدنيا متيسره بالنسبه لها، والاب يعني مثلا بعد سنه ولا سنه وشويه عشان يخلي ولد يبات عنده، البنت لا ما تباتش؟ قانون المبيت ده اتكلمنا فيه كتير. لا اسمعي بقى القصه، ما هو ايه، ممكن يكون في محامي جميل بيلعب بالدماغ، مفيش مشكله، ومفيش انفصال اللي هو رسمي، خد بالك بس معايا. وبعدين الناس دي بتحاول دايما ايه، بتسافر كل سنه بره، وسنتين اللي فاتوا كورونا وبتاع وكلام زي كده، فجت زقت بنت من البنات بتقول لابوها احنا عايزين نسافر بره، وافق، وهو الراجل اوريدي ممنوع ياخد عياله يباتوا في حضنه. في حاله زي كده، ده سؤال على الهواء، في حاله زي كده الاب يوافق ان عياله يطلعوا بره؟ يطلعوا لوحدهم ولا معاه؟ لا لوحدهم. خليك بس معايا، هي هتطلع هي وامها واخواتها وينبسطوا بالعيال. لا ممنوع، ما يوافقش. ما يوافقش؟ ما يوافقش. طيب لما البنت بتقول له انا عارفه يا بابي ان انت هتوافق علشان انت بتحبنا، خد بالك من اللعب بالعواطف. تلاعب بالنفسي. ده تلاعب بالنفسي، ده من الطفله للاب، تمام. والاب بيني وبينك برضو، طب ايه يعني، ما هو برضو في الاخر بص هي بتتلعب ازاي، ما بتتلعب بمعلمه، بتتلعب انت وافقت خلاص يبقى احنا كده ايه، انت تمام ومضغوط على رقبتك، وفي نفس الوقت بنعمل اللي احنا عايزينه. ما وافقتش طلعت انك انت وحش واحنا الحلوين وشفتوا بابا وهو ده الكوخه. هل هو بيؤدي دوره في النفقه الشهريه بالنسبه للولاد اللي تخليهم او تسمح لهم ان هم يسافروا؟ ان هم يسافروا؟ لا يسافروا لا. يعني بيؤدي دوره هنا على اكمل على مقدرته. خلاص هو ممكن يكون عنده نسبه من التسامح اللي مخلياه تسيب الولاد يسافروا مع مامتهم. يعني في ابهات كتير بترفض الموضوع ده، بترفضه رفض بات وصريح. ليه بقى؟ انا شايف ان انت بتاخديش بالك منهم، بيتوهوا منك. يعني يتوهوا منك ويرجعوا لك بعد نص ساعه، بعد ساعه الا ربع. فانا خايف ان انت تاخديهم تطلعي في دوله تانية. لا هو دلوقتي برضو عمليه، انما كبار في السن يعني 16 17 18 سنه، من حقهم ان هم يتفسحوا لو باباهم عنده المقدره الماديه ان هو يديهم. بس هي النقطه هنا بيحسبها ازاي بقى؟ يقول لك ايه، طب ما انا هديهم الفلوس، طب ما هم مش هيقولوا لها لا يا فندم انت لا دي فلوسك ودي فلوسك. هم هيسافروا على حسابهم، حساب امها واخواتها وهي وكلام زي كده. انا بتكلم على الاب نفسه، انت ما بتخليش العيال تتفسح جوه مصر، فهو يوافق ليه بره؟ انت فهمتي النقطه دي ولا لا؟ فهي الفكره النهارده ما بين نارين. هو ما فيش مبرر بقى ان انت تمنعهم كده، يعني ان هم مش مبرر. عايز افهمك على حاجه. اتفضل. المدارس الناشونال والانترناشونال النهارده اصلا رحلاتها بقت بره مصر مش جوه مصر. جميل. هو الفكره ايه؟ يعني هل هو لو في رحله مع المدرسه انت هيرفض؟ انت قلت كلمه صح. لا مع المدرسه اكيد مثلا مش هيرفض، او هيرفض انا ما اعرفش، بس في عند انت النهارده مراتي خدت العيال وعايزه تسافر بره انت واهلك، وانت في نفس الوقت انا عايز اخد العيال اخرج بيهم، بتتحكمي في ان هم يباتوا وما يباتوش وما يخرجوش. قلت لحضرتك جمله في الاول. ايوه. يمكن نسيتها. لا فكرين. ما بقاش في كبير في الاسره، ما بقاش في ام عاقله بتوجه بنتها ايه الصح وايه الغلط. ما بقاش في ام عاقله. ما بقاش في اب
كبير يتقال كلمته وتتسمع، ولا اخ، وبالتالي ممكن يكون الاخ ليه مصلحه في الموضوع ده. بقى اللي بيحصل بقت الست والراجل بيقفوا ند لبعض، كل واحد بدماغه، هي امها تقعد تحشي فيها بكلام ودماغه، وهو اهله يقعدوا يحشوا فيه، لا انت ابننا ومش المفروض يحصل فيك كده، لا انت بنتنا وتتمني ست سيد، والكلام ده كله بقى عنده وحشو وحرق ونار وبس، لكن ما بقاش في حد بيقول كلمه صالحه لصالح الاطفال، كلمه عاقله لصالح الاطفال. كان في موضوع تاني عايزين نتكلم فيه بمناسبة المفيش كبير، فاكرة لما قلتي لي إن في أب أنت بتحاولي بتعالجيه كان علشان إيه؟ ده موضوع عنوانه إيه الموضوع ده؟ الموضوع بيبقى بمنتهى البساطة إن العينة، هذه العينة من الأمهات يعني، هي شايفة إن ولادي دول ملكية خاصة، عندها تعلق شديد بولادها، بتحس إن هما ما نضجوش ما كبروش، تحسس انها عايزه تتجوز يبقى على مزاجي، هتخلف على مزاجي، هتدخل مدارس على مزاجي، هتخرج مع مراتك على مزاجي. النوعيه دي بقت موجوده بشراسه بطريقه مش طبيعيه. في ولد ممكن يقبل ده التحكم ده، او بنت تقبله، وشويه شويه تبتدي شخصيتهم تظهر فيبداوا يخرجوا من هذا النطاق بهدوء. تمام. وفي حد شخصيته بتتمحي نهائي، ما بيبقاش عنده القدرة على ان هو يواجه او ان هو يطلب حقوقه. بدأت البجاحة هنا توصل لدرجة الحرمان من الميراث، الحرمان من الميراث. تحت بند احنا كلنا لازم نبقى ايد واحدة. يا بهجت يا بهجت. انا 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 يعني في ناس، احنا كلنا انا في ناس لازم نبقى ايد واحدة يا بهجت. في ناس سامعيني دلوقتي هيبقوا متأكدين ويحلفوا بالله ان انا قايل لك تقولي الكلام ده. لا والله. يعني معلش قوليها تاني علشان فهم بطيء. لا صدقوني عشان انا مش بحب احلف. لا هو ما طلبش مني ان انا اتكلم في لا انت قلت حاجه غريبه، اصل انا شفتها في حاله برضو قريبه، اصل احنا عشان عايشين في المجتمع فبنشوف وبعدين كورونا مقعدانا فبنشوف هنا وبنشوف هنا وبنشوف هنا وبنشوف هنا، فممكن برضو من احد الاصدقاء في الحاله دي يعني ممكن يبقى ليهم الميراث ويقول لك لا مش هنوزعه علشان نبقى ايه؟ ايد واحده. الله ديني كمان. المهم بقى الايد الواحده دي متساويه في العطاء ولا مش متساويه؟ ولا بتاخد وتدي على مزاجك؟ على مزاجك. انا راضيه عنك اديكي. مش راضيه عن مراتك غور بقى في 60 داهيه ومالكش عندي حاجه. وعيالك دول مصاريفهم وحياتهم ودنيتهم تتحرق بجاز بقى. لا خدي دي. خدي مصاريفهم ودنيتهم او حاجات، بس ممكن يبقى في حاجة تانية انت عايزاها، لا احنا ممكن نعمل حاجة بمبلغ كبير بس عشان نطلع كلنا، مع انك انت محتاجة. انت فاهمة الكلام ازاي؟ يعني انت كبنت او كولد محتاج الفلوس دي بس مش مشكلة، احنا نطلع. انت فاهمة؟ ولو جه حد اتكلم اللي هو يبقى انت كده، لا انت بتتدخل في الميراث، انت مالك، انت ما مالكش دعوة، ممنوع. ده اسمه ايه في التربية من الام او من الاب اللي هم الكبار؟ لا 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 ده تحكم زياده عن اللزوم. يعني بص هي غالبا في معظم الاحيان عشان بس نبقى متفقين والمشاهد ما يتوهش منه، ايوه في الغالب ده بيبقى ميراثهم من الاب، ايوه فالام بتبقى اتعودت على ان هي اللي ماسكه زمام الامور، ايوه وطول ما الاب موجود الدنيا ملمومه حواليا واولادي حواليا والعزوه حواليا. مات الاب اتخضت، اوبا مات. مات الاب، ده مش هيبقى معايا وده مش هيبقى معايا وكل واحد مراته هتاخده، ايوه كل واحد مراته هتاخده، تعمل مشكله مع البنات اللي هي مراتات ولادها بالزبط. عشان يبقوا الولاد في حضنها، وتعمل مشكله مع مرات اجواز بناتها عشان يبقوا البنات في حضنها. لا للاسف. للاسف الشديد ان زوجات الولاد بيحسوا بالظلم. أيوة. لان بناتها ما بيحصلش فيهم كده. ليه هي مش عايزه تخرب على بنتها؟ الله انا اخرب على بنتي برضو؟ لا طبعا، انما اخرب على بنت الناس. تخرب على بنت الناس ما بيحصلش في مع بناتها الكلام ده. لا طبعا. هي ما صدقت بنتها اتجوزت، تيجي وتجيبهولي بقى تزود الرجاله عندي راجل. لكن ما تنقصهمش. ده صح. انما الستات دي تغور، انت اللي بينك وبينه ورقه، غوري وقبل ما يطلقك اكون مجوزاه غيرك. لا بس خدي بالك ممكن يكون الراجل دوت اللي هو اللي هيزوده الرجاله
ممكن يكون بيقول لها طب وانت فين فلوسك وفين حاجتك وفي كلام زي كده، يطلع ان هو يعني كانه طماع يعني وعايز يكوش فيبقى لا غرفه داهيه تكشر عن انيابها تكشر عن انيابها وحسب هي شايفه بنتها مبسوطه ولا مش مبسوطه. ايوه ما هي لو شايفه بنتها مبسوطه هتسكت، شايفه بنتها طايقه جوزها هتسكت، لو شايفه بنتها مش طايقه هتمشيه. بس انا مش متخيله ان الناس دي اللي بيصدمني بقى فيهم ايوه اكتر وبيخليني افتح بقي كده انتوا جنس الدين اللي انتوا فيه ايه؟ جنس ما تكلمونيش بالدين وقال الله وقال الرسول، ما تمسكوش السبحه في ايديكم، ما تقولوليش احنا بنطبق شرع ربنا، شرع ياكلكم. لا الحاجات دي بص يعني الشرع مش بيتفسر حتت وحتت، لا بكره الناس اللي بتفسر الشرع على مزاجها. شرع ربنا بقى قال طالما انتنا بننفذ شرع ربنا ان طالما في حد توفى يبقى الشرع يقسم، وكل واحد ساعتها براحته، ادي كل واحد فلوسه في ايده وقول لهم انا رايي نعمل كذا، اقتنعوا كان بها ما اقتنعوش لا. لكن سياسه الاجبار لمجرد ان انت تبقي لما اولادك حواليكي وتخربي بيوت، ما اعتقدش ان ده شرع ربنا هيحاسبك عليه حساب هتاخدي فيه ثواب يعني. موضوع صادم؟ لا مش موضوع صادم، لا تصدقي هقول لك على حاجه. وانا المشكله ان الراجل بيبقى طول بعرض وواقف هنا مش عارف يعمل ايه، حيران بين مراته واولاده وبيته اللي ناقصه حاجات كتير ومصاريف ولاده وبين رضا امه. احب بس اضيف جمله مهمه جدا، ودي بقى انا بقولها على مسؤوليتي الشخصيه. اتفضلي. انا سالت فيها. اتفضلي. مش ما سالتش. اتفضلي. هو مش بيقول امك ثم امك ثم امك ثم ابوك في الحديث. ايوه تمام. لا رضا الوالدين ليه حدود. وزي ما انت حضرتك عليك لامك، امك عليها ليك. تمام. لو هي ما عملتش اللي عليها انت مش مجبر انك ترضيها فيما يغضب ربنا سبحانه وتعالى. وزوجتك ما ينفعش تتحط احتياجاتها هي والولاد في كفة ورضا مامتك في كفة، لأنك هتغضب ربنا لو ما رضيتش زوجك وولادك، مراتك وولادك. معلش أنا عشان أوضح للمشاهد، يعني أنت بتتكلمي إن الأم ماسكة الميراث الفلوس طبعًا، والأب اللي هو ابنها يعني تمام أوكي مش قادر ياخد حقه عشان يصرف على بيته تمام، عشان الأم ماسكة تمام. كذلك العكس نفسي برضو، هي الأم مش البنت مش قادرة تاخد من أمها، لا بتاخد في حالات ما بتاخدش، البنت بتاخد من امها، في حالات بتبقى شخصيه ضعيفه ممكن ما بتاخدش، وفي حالات بيبقى مثلا جوزها معيشهم في ليفل عالي جدا، وبعد موضوع احداث يناير انا هقولها احداث يناير مش عايز اقول انا كلام اوخذ عليه تمام، الدنيا اتلخبطت مع الراجل لخبطه زي الزفت وهم عايشين في ليفل، وابتدت الام بطريقه ما تتدخل بمساعدات ماديه يعاير بها الاب بعد كده ويحصل انشقاق. هي بتقول لك اهي الست اللي اتصلت بتقول ايه؟ بتقول انا ابني كان بيصرف بيجيب لها وبيوديها وبيعمل كل حاجه والألف جنيه دي كانت حاجه كده بوكيت ماني للام تعتبر وهي كمان يعني اكيد ممكن تكون مش محتاجاها. ايوه اللي حصل له في ظروف الكورونا انه شغله وقع ودنيته وقعت فتاخر عليها فتره قليله بقيت له مع السلامه وراحت رافعه القضيه وما انتش شايفها. فالظروف الماديه دلوقتي للمجتمع بقى لها سنة أو أكتر صعبة صعب غصبا عن الرجالة، الظروف المادية بقت صعبة والأم مفروض بتساعد الأب، يعني هي كان الأم مفروض ده اللي هو مدام تقدر تساعد بتساعد كون إن هي مثلا كانت ممكن ما بتساعدوش في أثناء عزه وتساعده بعد وقعته ده يا ريت، لكن ان هي ما تساعدوش في عزه وما بتساعدوش في وقعته وبعد ما وقع برضو او انفصلوا تبتدي هي تطلع. ان في نقطه مهمه جدا برضو دي انا ما اعتقدش الساده المسؤولين كانوا غافلين عنها، لان طبعا الظروف كانت صعبه جدا على الدوله اصلا، يعني كانوا بيعدوا من عنق الزجاجه ان المرض ما ينتشرش بطريقه مش طبيعيه يعني. المدارس الخاصه عملوا ايه؟ خربت الدنيا المدارس الخاصه زي ما هم اللي هم مين؟ زي ما هم المدارس الخاصة نزلوا ايه؟ خفضوا ايه؟ ما نزلوش حاجة ولا مليم، ده البص لموه في أول السنة ولموا الفلوس كلها دايرة عن النهاردة المدارس كلها بتتعامل بالإيميلات، أنا مش عايزة أخص مدارس بعينها مواقف حقيقية فعلا. عد كده كم طفل السنة اللي فاتت قاعد في بيتهم ما دفعش مصاريف المدرسة
ولما المدرسه تيجي تبعت او الاب يقول طب انا عايزه اقسط، طب تعثره في دفع الاقساط، يروح قافلين عليهم الاونلاين، قافلين الاونلاين، يعني لا هوم وورك ولا مذاكره ولا اي حاجه خالص، هات الفلوس الاول وبعدين ابقى اخش. فبرضو حرام الاسر النهارده، سواء كانت ام مستقله بنفسها بتربي ولادها لوحدها او اب هو اللي مسؤول عن الولاد، مضغوطين ماديا، والمدارس بصراحه بلا رحمه بلا رحمه، يعني هم برضو عندهم مشكله في المدارس. لما تيجي تتكلم معاهم، لو دخلت ليهم كاداره تتكلم معاهم يقول لك طب احنا شغالين، احنا مش قاعدين في بيوتنا، طب المدرسين بيشتغلوا اونلاين ما لازم يدفع لهم مرتبات، طب الموظفين اللي بيجوا المدرسة ما لازم يدفع لهم مرتبات، ما احنا برضو هنجيب منين؟ يبقى مين هنا اللي اتحط عليه الطاقة المادية الجامدة قوي اللي مش قادر ينفذها؟ لأن مرتبات، في مرتبات ما رجعتش لغاية النهاردة زي ما هي، ده أكيد، ده أكيد، في مرتبات نزلت للنص وأقل من النص وما رجعتش، في طاقة عمل ما رجعتش بنسبة 80% حتى. طب احكي لي على احنا بنتكلم على الأسرة والطفل، اديني كده نموذج لمشكلة طفل بتقابلك بسبب الانفصال، مشكلة انت بتعالجيها او بتحاولي تحليها، الطفل عنده ايه ومفروض بتعملي معاه ايه؟ يعني اعتبريها حاجة على الهوا كده، مشكلة مشاكل، يعني هناخد نموذج، معلش معلش، ما هو للأسف للأسف الانفصال بيتهيألي عبارة عن بير مشاكل، بير مشاكل. الانفصال بمنتهى البساطة اتنين بطلوا يحبوا بعض، اتنين مش عايزين يكملوا مع بعض. ليه لازم كل طرف يعاقب التاني انه ما بقاش بيحبه؟ مش عارف ليه صحيح، مش عارفة ليه. يعني انا يعني كنت بتكلم مع بنوتة صغيرة لسه قبل البرنامج، وكنا بنتكلم في موضوع يخصها، هي بنت ارتبطت بزميل ليها، ارتبطوا اعجاب تمام، وبعد كده جه بعد فتره من الارتباط قال لها انا شايف ان احنا الاثنين صحاب، احنا الاثنين الموضوع ما عداش الاعجاب ما بيننا، وهم شله كبيره. خلي بالك عشان احنا بنتعلم من الصغيرين حاجات برضو حلوه جدا يعني. فبقيت الشله زعلوا لما هم الاثنين سابوا بعض، وهي كمان قالت له انا كمان الموضوع ما تعداش معايا الاعجاب. فبقيت الشله مش عايزين يكلموا، قلت لهم طب يا جماعه يعني هو لو كان كذب عليا وكمل معايا كنتوا هتبقوا مبسوطين؟ بالظبط، ما هو الراجل صريح وانا بالزبط. كمان كنت صريحه، تمام، ليه ما نحترمش الصراحه دي؟ انا واحده قلت مش قادره اكمل في الحياه الزوجيه دي، كملت بقى 10 سنين 20 سنه 5، هموت بكره مش عايزه اموت بكره وانا معاك يا سيدي، هموت بكره مش عايزه اموت بكره وانا معاك يا ستي، مش قادر مش طايق اعيشها بالعافيه ليه؟ وانا يعيش بالعافيه تعاقبيني؟ ايه الانتقام الفظيع ده؟ يعني ايه وجه الانتقام ان انا انتقم منك علشان انا مش مكمل معاكي؟ لا ده ممكن ما يكملش معاها وينتقم برضه، او هي ما تكملش معاه وتنتقم، وتنتقم برضه، هتنتقم عشان نوع من انواع الاذلال للاب، او هو يذل الام. هو أسوأ نوعيه من نوعيات الانفصال اللي انا شفتها لغايه النهارده، واللي لسه بعالج فيها لغايه دلوقتي وزهقت من كتر ما بعالجها بصراحة. ايه هي بقى؟ نوعية الأم اللي تبقى مش عايزة تاخد الولاد علشان باللفظ كده ما تلبسهمش، أنا مش هاخد الولاد عشان ما تلبسهمش. ايه يا ستي اللفظ العجيب والغريب ده؟ لا ده جميل، أنا مبسوط قوي. ايه ده؟ أنا بحب الألفاظ دي. هنا ايه الإيرور ده اللي حصل؟ ايه هو ده؟ أيوه ايه ده صحيح؟ أيوه صحيح. ايه ده؟ هو أنا بتتكلمي على أولادك؟ ولا على قطه لقيتيها على الرصيف ولا ايه بالظبط؟ ده هي الام دي الكيس دي الحاله عندك دي، وبتقول لك انا مش هاخدهم عشان ما البسهمش. خليه بقى معاهم معاهم. هو مش راح اتجوز يشيل هو ومراته. طيب احنا الحلقه، ويعني انا عايز اقول لك على حاجه، انا في مداخلات كتير جدا داخله، وانا بيقولوا لي وانا اقول لهم استنوا، فمعانا ليلى تانية، بس ليلى من الغربيه ممكن نسمعها. اتفضلي. ايه يا ليلى، مساء الفل. السلام عليكم. عليكم السلام. بسرعه قوي نقول سؤالنا. الو الو، اتفضلي يا فندم. ايوه يا فندم، لو سمحت يا استاذ، انا عندي حماتي وحشه جدا، وحشه ومبهدلاني، ومعايا 3 اولاد، والثانيه طلقني من جوه نفسها. علي صوتك. انت قاعده معاها في نفس البيت؟ ايه، قاعده معاها في نفس البيت، ومقعداني تحت وهي قاعده فوق، ولا راضيه حتى تطلعني فوق، وكارهه عيالي، معايا 3 اولاد وكارهاهم. دي من النوعية اللي احنا كنا بنتكلم عليها لسه من شوية.
طب مبهدلاني جامد، انا مش عارفه اعمل لها ايه وبرضيها واكلمها. لا في ال... هو في... وحيد يعني، هو وحيد على 5 بنات. طب هو رايه ايه في بابا الموضوع؟ بابا عايش يعني، مش انا اللي يعني، هي اللي جاي خطاني. بابا عايش؟ لا ده حتى قبل ما اتجوز. عايش. وطي التلفزيون يا ليلى. ودوره ايه بقى؟ وكويس معايا. دوره هو مع مراته ايه في البيت؟ مع حماية بقاله 5 سنين. بيعمل ايه مع مراته؟ حماكي بيعمل كل عيل من عيالي كوتشي مخصماه بقاله 5 سنين، مخصمة حماية وعايش في عيشة لوحده، وانا اللي بعمل له الاكل وكل حاجة. يعني هم منفصلين جوه البيت. شكرا يا ليلى، شكرا شكرا. سلمي لي على حماكي وحماتك. ده ايه المصيبه اللي احنا فيها دي؟ انت فاهمه ازاي يعني؟ الزغلول الكبير كبر دماغه بقى خلاص. الزغلول الكبير مع الزغلوله زعلانين، فهي بتطلع قرفها في فجوزها يعتبر ابنها بتتعامل معاه لانه ملكيه خاصه، هي ما عرفتش تسيطر على جوزها. فده الذكر الوحيد اللي عندي اللي هو ابنها. فاخده، فده بتاعي. مفيش واحده تانية تيجي تاخده. انا نصيحتي ليك يا بنتي علشان ما تبقيش سالتي السؤال وما لقيتيش اجابه، انك تتعاملي معاها كانها مش موجوده، بطلي تحاولي ترضيها، لان الشخصيات اللي زي دي التفاهم معاهم صعب جدا، كل ما هتحاولي ترضيها كل ما هتوقعك في مشكله اكبر. فدي هنمشي معاها بمبدا بسيط جدا، يا نحله لا تقرصيني ولا عايز عسل مني. جميل. انت تعملي اللي عليكي فقط الرسمي في وجود جوزك، مش وانتي لوحدك وبس، عشان تقتصري الشر وبيتك يكمل من غيرها. ده الموضوع يعني انا بحسبه بس منتشر هنا في القاهره، جت مكالمه من البحيره وجت من الغربيه، وانا عايز مكالمه من الصعيد. هو مفيش في الصعيد مشاكل يا اولاد ولا ايه؟ انا كان استغرابي انه منتشر في القاهره دلوقتي. استغرابك انه في القاهره؟ ده كانت نقطه التعجب بالنسبه لي يعني. انه ايه، من امتى يا جماعه واحنا بقى تفكيرنا كده يعني؟ احنا بنطلع إيه؟ لقدام ولا بنرجع لورا؟ لا طب انا هقول لك على حاجه صغيره. انا كنت قاعد كده في قعده صفا مع نفسي، وبرده كان واحد صديق بيحكي في مشكله، كلها مشاكل اسريه جوه البيت. قعدت اشوف في نطاق المعارف احنا في كام بيت سليم او متظاهر انه سليم، يعني من بره سليم ما نعرفش مشاكل. للاسف يعني ما يتعدوش على 2-3. انا عايز اقول لك كده، لدرجه ان حاله زي اللي انت بتحكي عليها اللي هي الام المتسلطه وكلام زي كده، انا بكلمك في حاجه صديقي اللي بيحكي عليه ده، لا ده البنت عندها مشكله والبنت التانية عندها مشكله والابن عنده مشكله والابن التاني عنده مشكله مع مراتاتهم، انت فاهمه؟ بسبب مين بقى تيجي تبصي؟ بسبب الأم. انا عايزه اكمل لك بس الموضوع اللي احنا بدأناه ده، لان ده برضو موضوع مهم وهاممني. انت سالتني قلت لي إيه المشكله، اكتر مشكله قابلتك مع الاطفال؟ طب انا عايزه اقولها وهناخد بس مكالمه. معلش، اسكندريه مارية وترابها زعفراني. ياسمين من اسكندريه، وطي التلفزيون ومعاكي 60 ثانيه. الو بسرعه. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. قولي سؤالك يا ياسمين. أنا متجوزة. ألف مبروك. حضرتك سامعني؟ والله سامعك، كل مصر سامعاكي. بسرعة. أنا متجوزة ومعايا 3 بنات، وجوزي طبعا كان بيتعامل معايا معاملة وحشة. وبعدين؟ فأنا سبته وخدت عيالي وقعدت في مكان بصرف عليهم، انا بشتغل يعني بصرف عليهم، ورفعت عليها دي ادخلها الصراحه يعني. بس انا ما يعني انا ما ظلمتوش في حاجه، مش عايزه منه اي حاجه ان هو غير يسيبني بعيالي دول. ما رفعتيش طلاق ليه؟ ليه رفعتي خلع؟ ما رفعتيش طلاق ليه؟ بيقول لك ما رفعتيش خلع، رفعتي خلع وما رفعتيش طلاق ليه؟ ما انا حاولت ان انا اتطلق منه، هو ما رضيش، وكان طبعا سايبني انا وبناتي. طب ما ترفعي طلاق عشان تاخدي حقوقك. ما انا بصراحه مش عايزه منه حاجه، اللي انا عايزاه منه ان هو يسيبني على العيال دي ان انا اربيهم، عشان احنا تعبنا والعيال تعبت بينا. طب سؤالك ايه؟ عياله بيشوفهم؟ هل انا كده غلطت ان انا عملت كده يعني ان انا هو بيشوف عيالهم يا ياسمين؟ عياله الراجل هو ما بيطلبش ان هو يشوفهم اصلا؟ هم عندهم كام سنه وبنات ولا اولاد؟ كم سنة؟ معايا بنتين وولد. كم أعمارهم إيه بقى؟ أعمارهم يا ماما؟
فانا غلطت ان انا يعني ما رفعتش مثلا عليه قضيه وكده. بصي حبيبتي، واضح ان بقى فيه خلل في، يعني ايه، مش عارفه اقولها ازاي، خلل في انزيمات الرجوله والابوه. فانت ما تتخليش عن حق اولادك، لان النهارده الموضوع بيتقل كل يوم عن التاني. طالما هو مقتدر ماديا او غير مقتدر، دي بقى مشكلته مش مشكلتك انت، لكن ما تتنازليش عن حقوقك المادي. روحي شوفي له كبير خليه يحن قلبه على عياله. احنا بنعاني دلوقتي في مشكله ان الاب عايز يشوف والام بتقول لا. مفيش كبير هنا، الاب ما دوروا على كبير، ما في كبير يشوفه شيخ ولا قسيس ولا ما بيرجعوش لحد، ما بيرجعوش لحد. شكرا يا ياسمين من اسكندريه، شكرا لحضرتك. لا ما بيرجعوش لحد، لا دي مشكله يعني، يعني ما بيرجعوش لحد، ما بيكبروش لحد، ما بيكبروش. احنا مش هنمثل بقى، احنا بنتكلم بالحقيقه، احنا بنتكلم صحيح. ما بيكبروش لحد. طب احنا بس احنا ناقص 10 دقايق، يا ريت نقفل التكييف عشان نكمل مع الاستاذه. خلاص. احكي لي على التلي الطفل. الام هنا رفضت انها تاخد الولاد، او مش رفضت، انا بشتغل وهشتغل وبشوف مستقبلي وعايزه اعمل ابجريد لنفسي واشتغل شغلانه تانية، وانا بعمل كده عشان ولادي وعشان وعشان، سابت الولاد. وبالتالي مفيش راجل هيعيش راهب، هيختار يتجوز يا هيعيش حياته كده ويجيب حد واحده تساعده في البيت مع الولاد وخلاص. المهم الراجل اتجوز وزوجته كانت سيده يعني يقال عنها انها فاضله، بتحب الولاد جدا زيهم زي ولادها واكتر، اللي هو اتجوزها تاني. تمام. وبالتالي بدا هو نظرا لظروف شغله يسيب الولاد مسؤوليتهم كامله مع الام، مع الام الجديده البديله. البديله. تمام. البنت كان عمرها قد ايه بقى؟ سنه ونص. تمام. الولد 3 سنين. جميل. فبالتالي كبروا وهم حاسين ان مين اللي مامتهم، مش حاسين، دي مامتهم. فبدات الثانيه عايزه كل شويه تاخد الولاد، وبدات تعمل له مشاكل في بيته لمجرد انها شايفه ان ولادها مستقرين مع واحده تانية، مستقرين نفسيا. طب خديهم. مش فاضي. لا. طب عايزه ايه؟ عايزه اتحكم فيهم وانت اللي معاهم. انت مجنونه يا ست. طب دي عايزه تتعالج نفسيا بقى. ده ما هي دي ليها بيت وقائم وليها رولز بتاعتها في تربيه الولاد. خديهم اسبوع معاكي واسبوع معاها، خديهم ويك اند معاكي وطول الاسبوع معاها. فالتانيه بتبقى ماشيه الولاد على سيستم في الاكل والشرب، الولاد اخدوا عليه. تيجي الام الحقيقيه تاخدهم ما تكملش على نفس السيستم. بداوا الولاد يشوفوا حاجات بدات تحصل مشاكل، فبدا الاب هنا يقول ايه؟ ستوب. انا مش عايزك تاخدي الولاد يباتوا معاكي. انا مش عايز ولادي يشوفوا المناظر دي. بدات الام تقلب. الولاد سلوكهم اتغير. لا الولاد سلوكهم اتغير للأسوأ. بيقولوا. وبالتالي طب خلاص تعالي شوفيهم وانا موجود معاهم. وبالتالي الام اللي هم متعودين على وجودها موجوده. بدأت تختلق مشاكل في أماكن الرؤية. بدل ما الأب هنا يهدى ويقول إن الدنيا هتهدى وإنها سلوكها هيتعدل، بقت تعمل سلوكات سيئة قدامه، سلوك سيء قدامه أكتر من اللي سمعه من الولاد. طب وبعدين؟ فقلق أكتر. طبعًا. فقطع خالص الموضوع. دي كانت أغرب حالة بحاول عليها. دي أغرب حالة، ومعانا يلي من البحيرة ويلي من آخر الصعيد، معانا إيمان من البحيرة وعشان خاطري. مساء الخير وبسرعة. مساء الخير. إيه مشكلتك يا إيمان؟ يا فندم أنا ابني عنده 4 سنين. تمام. إحنا مش عارفين نتعامل معاه إزاي، على طول 24 ساعة وتقعد قدام التلفزيون على كراتين، حتى حركاته كلها بقت عاملة زي الكراتين. وديناه الحضانه برضه ما فيش فايده، على طول قاعد لوحده الكرتون. حتى احنا لما بنتعامل مع الناس الكراتين. ايه الكراتين ده؟ بتقولي الكراتين اللي هو الكرتون يعني؟ كرتون كرتون. اصلا 24 ساعه، حتى احنا مش عارفين نتعامل معاه ازاي، بنطفي التلفزيون عليه وهو برضه عاوز كرتون، يقعد يعيط على طول، مش عارف يتعامل مع الناس. هو ده اول طفل بالنسبه لك؟ نعم. اول طفل؟ الو، هو اول طفل ولا في غيره، ولا هو الولد ده بس؟ لا في بنت. البنت بتعمل كده ولا ما؟ كتير يعني زي 7 8 شهور كده. طيب هنسمع الاجابه دلوقتي. شكرا يا ايمان، شكرا. الولد عنده 4 سنين، هو قاعد قدام التلفزيون. انا هقول حاجه ازودها من عندنا، طبعا هي بتحطه قدام التلفزيون عشان بتخلص شغل البيت،
وبتيجي تشيله لا هو عايز التلفزيون وعايز الكرتون. ايه الحل؟ هو بس في حاجة مفقودة شوية، هل هو بيتكلم بيفهم الدنيا تمام معاه نفسيا؟ إيمان عرضتيه على دكتور؟ هما هي قفلت. إيمان قفلت. شكرا. عرضيه على دكتور وعرفي ان هو طفل سليم تماما. اذا هو طفل سليم تماما يبقى هتعامل بالطريقة اللي بقولك عليها دي. تمام. هقعده قدامي وهنتكلم مع بعض. حضرتك هتقعد قدام التلفزيون من الساعة كذا للساعة كذا. تمام. بطريقه هو يفهمها، يعني توري له ساعه، توري له العقارب، ترسمي له رسمه، تقولي له هتقعد لغايه لما اقول لك خلاص كده كفايه. لو ما سمعتش الكلام، صرخت، عيطت، مفيش تلفزيون خالص بكره من غير ما صوتك يعلى، ولا تزعقي ولا تضربي ولا تحسسيه ان انت مش عارفه تاخدي رياكشن، تاخدي رياكشن معايا غير انك صوتك يعلى، لان صوتك لو عالي وبتضربي وفي الاخر هو بيعمل اللي هو عاوزه فانت كده فقدت شخصيتك قدامه. انا عايزاك تبقي قاعده هاديه كده زي ما انا قاعده هاديه كده قدامه، هيقعد قدامك كده مفيش تلفزيون، هنقعد نتكلم مع بعض. بس تتكلم معاه لسه اقول لك نلعب مع بعض بالظبط. تجيبي بقى لعب تقعدي تلعبي معاه، تجيبي دقيق من المطبخ تحطي عليه شويه ميه وتعجنيه في الصينيه وتقعدي قدامه تعملي اشكال. شغلوا ولادكوا في الاكتيفيتي شويه والانشطه شويه بدل التلفزيون والتليفون اللي جاب لهم تخلف عقلي وامراض كهرباء زياده في المخ. كهرباء زياده. يعني انا بخلف، خدت القرار ان انا اخلف، خلفت وانا مش عارفه اربي. اقري بقى. اقري ازاي تربي. اقري في نفسية الولاد، اقري ازاي تفهميهم. انا النهاردة لما بجيب يعني مش التشبيه ده يعني بيضايقني بس هو بقوله. فضل. النهاردة انا اشتريت كلب قطة ما بتتكلمش ما بتنطقش، ما لازم هتعرفي تربيها ازاي لازم هفهمها تعتني بيها من ازاي؟ عينيها اعتني بيها ازاي، تعبانة مش تعبانة. طب ما هو الطفل ده طير اخرس ما بيتكلمش، انت المفروض تقري في نفسية الأطفال، تعرفي إزاي تتعاملي معاه، تتفرجي على حاجات كتير، على برامج كتير، اليوتيوب اللي انتوا قاعدين عليه طول اليوم بتتفرجوا على الـ يعني مش عايزة أقول بقى أسماء الحاجات، غلطت بقى. مش أسماء الحاجات اللي على السوشيال ميديا والفيديوهات بتاعت الضحك والهزار والرقص. شقلبوها بقى شوية الفيديوهات تفهمكوا إزاي تربوا الولد. طيب أسئلة بسرعة عشان هو ناقص 7 دقايق. السن المناسب، ما دام اتذكرت اليوتيوب مش مشكلة، السن المناسب عشان الطفل يمسك تليفون موبايل؟ اعدادي. انا عن نفسي كنت قلت ثانوي. يعني انت اعدادي، ده انت كده نزلتيها اعدادي اللي هو تالت اعدادي يعني. قبل كده غلط. قبل كده التليفون بالنسبه له مجرد الو. يعني لما اجي اتباهى واسكت وشفت انا جبت ايه ومش عارفه، مش هقول بقى الايه والتفاحه وبتاع. يا جماعه بتحصل حالات كهرباء في المخ زياده، يعني ممكن بعد ما يكبر يجيله كهرباء، بعد ما يكبر ويبقى عنده 11 سنه و12 سنه ويحصل له كهرباء في المخ زياده، يحصل تاثر لعصب العين وتحرك قصب العين. أيوة. تلاقي الرقبه بتعمل كده، تلاقي كده وانت مش لا فهمت. والعين والبربشه. ايوه. وانت مش فاهمه مظاهر الكهرباء ايه عشان انا عايز اعرفها. بتبقى دي من المظاهر بتاعتها انه العين والرقبه. وممكن يبقى عصبي جدا في الردود، يعني لما تيجي يبقى قاعد الطفل بتندهي له كده. انت يعني هو مكانك وانا هنا. بنده له ما بيردش، وفجاه تلاقيه صوته عالي كده وهو بيرد عليك. دي كهرباء. نعم. مش هو مش معاكي اصلا، الفوليوم بتاعه مش مظبوط، هو مش مراك. ايوه السنسور بتاعه بايظ. اعلى مرحله، اعلى مراحل الكهرباء هي بتبقى الفيت اتاك، اللي هي بتبقى تشنجات ورغاوي ونبقى مش عارفين ايه السبب. طيب سن 10 سنين وسن 16 سنه ده او 14، المفروض كام؟ سيبك من الاونلاين دلوقتي، نتكلم عادي في اجازه، خدنا اجازه خلاص، قد ايه وقت المفروض يمسكوا الايباد او الموبايل؟ يعني ماكسيمم في اليوم. ماكسيمم. ايوه يعني يوم ما اقول انا سبته كتير قوي ساعه. ساعه. وخلوا بالكم من نقطه مهمه جدا، كل الجيمز اللي الولاد بيخشوا يلعبوا عليها لازم انتوا تخشوا عليها وتشوفوها. اقعدي كده العبي عليها وشوفي كم العصبيه اللي انت هتبقي فيها في اخر اليوم. والدمويه يعني. طب ده الشاب اللي كان لسه قاعد مكان حضرتك، الشاب الجميل ده ابو 9 سنين و3 شهور بتاع ثالثه ابتدائي هو واصحابه، بيقول لك شغالين ما بين في الاونلاين ما بين الدروس
يزحلقوا المدرسه تلت ساعه بالسلامه والعب. اه ده عادي، بس هو فكرني بينا زمان برضو لما كانت المدرسه تغيب واحنا نبقى مبسوطين قوي قاعدين بنلعب. انا 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 مبسوط ان هو بيعمل كده، يعني ده الراجل ده له مستقبل باهر في عالم المخابرات. الفكره ان الولد برضو شغال اونلاين وحابب الكورونا، لان قال لك احنا شغالين اونلاين وبنلعب وبنظبط. هي الفكره ان انتوا مش قادرين تفهموا ان انتوا بيوتكم كلها بقت مفتوحه عن طريق الجيمز دي. يعني انتوا مسموعين في البيت. لا والله. اه طبعا. كل حياتكم مسموعه في البيت، حتى لو هو عامل ميوت. يعني انتوا عايزين تفهموني ان اللي اخترعوا الالعاب دي ما يقدروش يجوا وقت الازمات اللي احنا فيها، سواء كانت ثوره ولا كورونا ولا ما يقدروش يخترقوا الجيمز دي ويقعدوا يستقطبوا في الاطفال ويسمعوا الكلام ده كله. ما يقدروش يعرفوا ايه الحاله السياسيه والحاله الاجتماعيه اللي الدوله بتمر بيها من خلال الالعاب دي. اخر حاجه عايزك تبصي للكاميرا اللي ورايا وتدي رسالتين بسرعه دقيقه ودقيقه للاهل المنفصلين وللاطفال لو قاعدين سامعيننا اللي هم الاهلي ومنفصلين. اول نصيحه بقول ان مفيش حد بيكمل مع حد بالعافيه، وكل حاجه ممكن تمشي بالخناق الا الجواز والحب بيمشي بالاتفاق. لما تطلقوا مراتاتكم بلاش تطلقوا ولادكم معاهم، لما تطلقي جوزك بلاش تطلقي ولادك معاه، ما تتنازليش عن حقوقك وبعدين ترجعي تطمعي فيها بعد 5 6 سنين، يا تاخدي حقوقك كامله من الاول في الامومه قبل الفلوس، وتاخد حقوقك كامله في الابوه قبل الفلوس، يا اما بعد كده ما تجيش تطالب بيها. الولاد ما لهمش ذنب، حبهم لاهل ابوهم ما لهمش ذنب ان انتوا تحرموهم. يعني النهارده الست اللي اتصلت بتقول انا هي البنت بتحبنا واحنا محرومين منها. ليه؟ سيب الولاد يشوفوا اهل ابوهم وابوهم، وهم لما هيكبروا هيقدروا يميزوا ايه الصح من الغلط، ايه الوحش وايه الحلو. الفلوس ملهاش علاقه بحق الرؤيه، الفلوس ملهاش علاقه بحق الرؤيه. اي ام بتاخد ولادها معاها، سايبه ولادها وبتاخدهم معاها، خلي بالك الولاد لما بيكبروا بيتذكروا كل الاحداث وبيكبروها. يا ريت من فضلك لو سمحتي، لو بتقعدي مع ناس كتير ورجاله كتير ستات كتير في علامات استفهام في علاقاتك بيهم، يا ريت ما تتنازليش عن شكلك كأم مثاليه قدام ولادك والاب كذلك. الاطفال كلمي الولاد، الولاد اللي سامعينك دلوقتي، الاطفال الكبار شويه اللي هم يقدروا يتكلموا اللي بيسمعوني واللي فاهمني، يا ريت تتكلموا مع ماما وبابا وتخلوهم يفهموا ان انتوا كمان ليكوا حقوق زي ما هم ليهم حقوق. ما تتنازلوش عن حقوقكم في حب الاثنين، ان الاثنين يحبوكوا وان انتوا تحبوا الاثنين. هم انفصلوا مش عشان متضايقين منكم، هم انفصلوا عشان هم ما عندهمش القدره ان هم يكملوا مع بعض. ممكن ما حبوش بعض، ما تفهموش مع بعض، في اختلافات في الاراء كتير ما بينهم، كانت النتيجه ان هم انفصلوا، لكن ده مش معناه ان هم مش بيحبوك، بس هم بيغلطوا زيهم زيكم، لان هم اول مره للاسف يبقوا ام واب، واول مره يمروا بمرحله انفصال، فبالتالي بيغلطوا زيكم بالظبط. بشكر حضرتك استاذه ليلى الجهري. و انا اللي بشكرك. انا بشكرك جدا، وانا استفدت كتير، وارجو ان الساده المشاهدين استفادوا، وان شاء الله بعد شويه كام اسبوع عشان الحاجات السفر اللي وراكي ترجعي لنا بالسلامه. بس انت وعدتينا ان شاء الله هنعمل حلقتين عن الثقافه. قوليها. هنعمل حلقتين عن الثقافه الجنسيه لاولادنا الصغيرين. تمام. عشان نبقى احنا المتحكمين في فهمهم مش السوشيال ميديا. اوكي. يعني بشكر حضرتك جدا. ميرسي. أعزائي المشاهدين، حلقة في بداية السيزون مهمة جدا، أتمنى أن هي تكون لمست معاكم. لو في أي حد عايز يسأل أو في عندكم أي اقتراحات عشان الأستاذة هتيجي تاني هنا قريب قوي، هتلاقوها مرة واحدة، مش هعمل لها تنويه زي المرة دي، هتلاقي رقم التليفون موجود دلوقتي على الشاشة 763، لو طبعا 012 الأول 763-375-70، اتصلوا وقولوا اقتراحاتكم علشان نعدها ونجهزها مع الأستاذة ليلى الجهري. شكرا وتصبحوا على خير.